السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم في الحديث عن تلك الحلقة التي تحدثنا عنها سابقا، حلقة طريق النور التي فيها النساء ومسألة التحرش وما تحرش. قلنا على أن هناك لفت انتباهي كذلك قول مقدم البرنامج، وهو يقول للدكتور عبد الله رشدي على أن المجتمع الذي فيه التزام قوي، نساؤه يعني تخرج محتشمات بالبالطوهات هذا والعبايات ومحتشمات، أن الأشخاص الذين لا يجدون النظر للكاسيات العاريات يحصل عندهم كبت للشهوة، بعدين إذا خرجوا إلى الأماكن المنفتحة التي فيها الدول التي فيها كاسيات عاريات نساؤهم، قال يحصل هنا إنه الرجل يندفع فيتحرش بالنساء. والمجتمعات التي فيها انفتاح، يعني الشخص الذي متعود على النظر، هو هكذا يريد، يقول لك اللي متعود على النظر إلى النساء الكاسيات العاريات خلاص ما عنده، تكون عنده الشهوة قليلة. هذا طبعا من المغالطات، هذا من الأكاذيب، هذا ما هو صح. هذا يريد طبعا، هو كأنه يريد أن ينقل لنا أن بعض الناس تقول هذا الأمر. اللي يقول هذا الأمر هو يريد فقط، هو جند من جند إبليس، سواء علم أو لم يعلم، هو يريد أن يقول لك لابد لهذه المجتمعات المحافظة أن ماذا تتعرى، يحصل فيها التعري علشان إيش؟ علشان الشباب وشبابها ورجالها يعني يتعودوا على النظر إلى الحرام. يا حبيبي، المجتمع الذي غير محافظ هذا يحصل فيه خسف، الخسف هذا حتى وإن لم يكن خسف ظاهري، يحصل فيه خسف للإيمان، يحصل فيه ولذلك أكثر التحرش. تعال شوف الشيخ عبد الله، الدكتور عبد الله رشدي تكلم على أن أكثر الدول فيها التحرش وقتل النساء، يعني وصل حتى لقتل النساء، يعني عدد الدول العربية فيها تحرش دون قتل النساء، تحرش مع قتل النساء، يعني لا يبالون بقتل هذه الفتيات الذين اللاتي يتحرشون بها، خلاص عندهم هذه التي يتحرشون بها شاذة، هذه يجب أن تكون حيوان مثل الكلب تقتل. أكثر الدول الغربية التي فيها الانفتاح وفيها القوانين وفيها ما أدري إيش وحقوق المرأة وحقوق جدتي وعمتي كله كذب في كذب، لأن الشيطان هؤلاء يعني يعبدون الشيطان ويريدون أن يمرروا قوانين الشيطان فقط. الشيطان هو الذي يمكن لهذه المجتمعات من التحرش والتعري وإلى غير ذلك. لكن المجتمع المحافظ حتى وإن حصل الكبت الذي يحصل بسبب أنه يشاهد من خلال التلفاز، التلفون، الإنترنت، الكاسيات العاريات والنساء العاريات، يحصل لديه هنا يعني ميل لفعل الحرام. لما هم كابت نفسه صح، لأنه في مجتمع محافظ، لكن من أين يأتي له؟ مش من بسبب أن المجتمع محافظ، لا، من خلال التلفونات والإنترنت والتلفاز، يعني هذه الأشياء التي غزانا بها الغرب. هذا أولا. ثانيا، ابتعاد الناس عن طاعة الله وعدم الامتثال لأمر الله ولقوانين الله في كتابه وفي سنة نبيه، على طول الشيطان يتخطفه. طبيعي. هناك من الصالحين، أحد الصالحين الربانيين كان محبوس في السجن، فأراد طبعا في سجن الكفار المشركين الفرنسيين أو الأمريكيين أو ما يريدون قتلهم، أدخلوا له امرأة يعني كما خلقها الله، يعلم على أنه بمجرد أن يرتكب الفاحشة انسلخ من الإيمان، مجرد أن ينسلخ من الإيمان الله يرفع نظره عن هذا العبد. لكن طالما أن العبد متقوي يعني ممتثل أمر الله تبارك وتعالى، فالله معه، حتى تجد على أنه يعني من نظر إليه هابه. هؤلاء الربانيين
مش كما علماء السلطة وعلماء اليوم المنحرفين سواء في العقيدة أو في المنهج. أنا أتكلم هنا عن الأولياء الربانيين من السادة الصوفية، هذا كان من الأولياء الربانيين، كان من نظر إليه هابه، خاف منه، يرون أن هذا الخوف، يعلمون أن هذا الخوف بسبب الإيمان الذي يحمله في قلبه، فهم يريدون كسر هذا الإيمان. يعلمون على أن كسر الإيمان لا يأتي إلا من فعل الحرام، وأكبر فعل للحرام السرقة بعيدة، اللواط ربما يكون بعيد شيء، النساء يعني حبائل الشيطان إلا من رحم الله، فأدخلوا له امرأة كما خلقها الله. ما بقول لكش والله غض بصرهم. الولي إذا نظر إلى امرأة حتى وإن كانت كاسية عارية، طبعا الأولياء ما تجيش تقول لي الولي عنده يعني إذا نظر إلى المرأة لا ركز. الولي هو الذي قلبه صار معلقا بالله تبارك وتعالى، قوة الإيمان وكثرة الذكر والطاعة والعبادة والمجاهدة لله تبارك وتعالى، يحصل هناك ترقية من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان. والولي عندما يصل إلى مرتبة الإحسان حتى وإن نظر أمامه امرأة يعني عريانة من رأسها إلى أخمص قدميها كأنه لا يرى شيء، دخلت عليه فنظر إليها فخرجت من عنده مرتعبة. تصور مرأة تخرج خائفة تهتز هكذا، إلى من أدخلتموني؟ إلى من أدخلتموني؟ إيش شافت؟ ما تحسب شافت قدامها رجل شهواني ولا شافت فلان من فلان؟ الله تبارك وتعالى يضع له هيبة وعظمة من النور حتى يهابه كل إنسان، هذا النور لا يراه إلا أهل النور. أحيانا نحن عندما يتكلم الإنسان لك أي شيء رجال إيش من نور، دين الإسلام كله نور، هذا النور إذا لم يتحصل عليه العبد اعلم أن في خلل إما في العقيدة وإما في الالتزام في التدين. فخرجت وهي تنسف، يعني أقل القليل بتخرج بتقول هذا ما سواش ولا شيء، أدخلتموني عند رجل، لا، خرجت وهي ترتجف خائفة. ماذا رأت؟ رأت أمامها كتلة من النور وعليها غضب الله تبارك وتعالى، إن العبد الصالح إذا غضب كأن الله يغضب لغضبه، فعندما يغضب ترتجف فرائص العدو. يعني هذا الأمر مأخوذ مستوحى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك اليهودي الذي جاء نبي مستلقي تحت شجرة، مستلقي تحت الشجرة يرتاح، وإذا باليهودي حامل سيفه، فجاء إلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأس رسول الله، قال من يمنعك مني؟ السيف فوقك الآن، إيش اللي بيمنعني؟ من الذي يمنعك مني الآن؟ ضربة بها. النبي صلى الله عليه وسلم مستلقي ما كرت حمل سيفه ولا هذه كلها أمور أسباب، لكن إذا وجد الإيمان في القلب لفت إليه وقال من يمنعني منك؟ الله. حينما ذكر الله ارتجفت فرائص الرجل حتى سقط السيف من يده. كلمة الله عندما تخرج من النبي أو تخرج من ورث النبي من الولي كأنها صاعقة في قلب وفي يعني في قلب وفي جوارح العدو، صاعقة ما تحسب. الولي في قومه كالنبي في أمته، العلماء ورثة الأنبياء، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، الوارث المحمدي هذا هو. أخذ النبي السيف من يمنعك مني؟ هذا ما نريده، قوة إيمان في القلب، وهذا يحصل بعقيدة أولا صحيحة سليمة.